طيب سيد الأمين العام، دائما في إطار التوقعات، هذه المرة يعني الوضعية المقلقة، الوضعية الوبائية المقلقة اللي كتعيشها بلادنا، واش سترغم المغرب على إجراء انتخابات إلكترونية؟ وإن كان كذلك يعني كم تتوقعون الكلفة ديالها؟ لا، الوباء بوحده ما يمكنش يدير انتخابات إلكترونية. انتخابات إلكترونية اللي بغينا نديروها خصنا نبداوها في أكتوبر الجاي، مستمرة 2026 عاد يمكن نديروها. ما ذلك كيحتاج للضمانات الدستوريه والضمانات القانونيه والمراسيم والقوانين. رجال كتفيق الصباح ديال اللي بغيتي في الدوله، الدوله عندها قوانين ومراسيم ومساطير واجالات واجراءات، لذلك الان لا، ولكن مستقبلا كنفكروا في حملات الكترونيه انتخابيه. ممكن حملات الكترونيه بدات بديتوها انتم في كل حزب، انتم منخرطين. ما عندناش الامكانيات ديال الاخرين اللي عندهم الشركات كيديروا لهم داك الشيء، حنا امكانياتنا محدوده. احنا المناضلين ديالنا كيديروها وكيهيئوها وكيخرجوها داك الشيء في حدود الامكانيات. لا، بغينا نديروا الانتخابات بامكانياتنا ونحافظ على استقلاليتنا ونحافظ على قرار الحزب.